اهلا وسهلا. رمضانك مبروك بتاخير 19 يوم. كل عام وانتم بخير وشاهد طيبه بالمسبح. نحب معناها نقول اللي هذا العرض الاول نتاع البيستوف اللي يحمل عنوان مازال يستنى. هو في الحقيقة مازال يستنى. علاش نقول مازال يستنى؟ خاطر استنى. وباش نذكر أنا شو قالوا السيد هذا اللي مازال يستنى مسكين، شفناه في أربع مسرحيات اللي هما باش يكونوا ليزيليمون تاع البيستوف. تلقى من مثلا اش يقولوا له نعبر ولا ما نعبرش، حارق يتمنى. وقررنا باش العروض الاولى تكون محتضنة من طرف معهد الدراسات العليا. وخويا احنا حاجتنا بمراه ما حاجتناش براجل، احنا حاجتنا معينه منزليه مش معين منزلي. حاج خويا شبيك والله لو كان جربوني ما تندموش. الحكايه محصوره في مظهر ماسك، كيما نحطوه نحيوه نجربوه ونشوفوه، واذا ما عجبناش نطيشوه. العجائب والغرائب اللي شفتهم وقت اللي انا متنكر في امراه ما يصدقهمش العقل. نبدا ماشي في الشارع معناتها تبدا الكراه بوقفه كي البطاطا، يعمل لك العسل. شبيه العسل؟ شبيه العسل اش يقرب لك؟ اش نجاوبه انا؟ كان خالي وباطه. ايوه يقول لك شبيه الهندي ما يجيش عندي. ارهابي غير باع، هذا الشخصيه اللي هو ارهابي غير باع مش معناه ارهابي. ارهابي غير باع كيما ماضي ساعه غير باع مازال، يعني ثم لو شون دو باتاي. بشويه بشويه نلقى روحي اخوك قدام السبيسيريه، ياسر نساء يخدموا في سبيسيريات، وانا نحشم مش نمشي للمراه نقول لها سامحني عندك شيء اسمه ولي قال عليه الطبيب ايش يقولوا له؟ فهمتني؟ ويجي لك لساني يتعوج بحال التحليله، وتعرف والله العظيم ايش يقولوا له التربه الجنسيه؟ نحس في السطح باش يهبط عليا. الطبيب قال لي ما تبرم الوجايه متاعك الا ما تخرج اللي في قلبك وتصرح لسانك وتنطق وتعبر. وجايعك سببهم برشا حاجات من الصغرى حبيت تقولها ما قلتهاش، حبيت تشوفها ما شفتهاش، كبروا في بدنك ولاو يبقبقوا ولاو يغليوا وعملوا لك الكعبر. هاك الكعبر تلكمت ولاو لك عقد رصات لك معقد. قدمها ارهابي غرباه، نقدم المسيرة نتاع المسيرة. حبيت جيستو باش نوري اللي راهو وشاءت الصدف. ما نكذبش عليك انا وقت اللي عملت مثلا وحارق يتمنى ما كنتش ناوي باش نعملها ارهابي غرباه. عندما تتعطل العقول ويتم تغييب الثقافة كل أشكال الاحتواء والاستقطاب تصبح ممكن. مشيت باش نجري له ونقول له عاش خويا إيه مشيت للسارق باش يتوسط لي. نلقاك الهيبة وكالقدر، واحد تكون هزز له كرتابة على اليمين وكرتابة على اليسار. قدرت والله عاش خويا وما احترم خويا. قلت له السارق تنجمش تعاود تسرقنا مرة أخرى؟ أنا عندي مدة عملت حملة اسمها تعالوا نحتل المقاهي والشوارع بالفن والثقافة. الناس تسر فيها تقول لي شبيك غبت يا سيراوف برشا مرات، عندك مدة ما شفناكش. صحيح وأنا قليل وانت راني في المسلسلات مانيش موجود. كان فما أعمال خاصة بك أنت قبل. صحيح ما نظرش برشا وما نحبش، وبرشا حصص تعيط لي ما نمشيش. علاش؟ خاطر إذا نمشي يا أما نقدم إضافة، اما باش يقول هذه هنا ما تكفينيش. انا في المرحله اللي انا فيها انا عندي قرابه 46 سنه مهنه دكا في الساحه المسرحيه في الساحه الثقافيه. انا ما عادش عايش خويا نحس بروحي في حاجه اللي باش نعرف بروحي. ما نتفرجش المسلسلات، اتبع اموا ردود الافعال. اتبع انا ساعه من المستحيلات السبعه باش تسمع مني تقييم على ممثلين. انا ما نتكلمش على الممثلين. ثم الشباب معناتها جزء منه يحب يفتك اعجاب الجمهور، يحاول باش يقدم روحه. نحب نقول لك اللي ما يبقى في الواد كان حجره، خليهم يخدموا، خليهم يحاولوا، خليهم يجتهدوا. التفرهيد اللي ما يردش المتفرج سخيف، يبدا يعمل شبيك تضحك حكايه فارغه. عندما تغيب الثقافه عايش خويا قلت لك تتعطل العقول وتصبح معناتها سهلة الاستقطاب بسهولة، تصبح فريسة سهلة للاحتواء. الناس يعني اللي عندهم سلطة القرار المسائل ذي يعتبروها ثانوية، من غادي من ثانوية. أخوك رؤوف راني أنا لو كان ما عملتش مسرح ممكن يصل كنت نولي باندي. عمري 14 سنة حبيت نعمل المسرح، دارنا هزوني للطبيب قالوا له راهو يتكلم وحده، قالوا له ملبس عليه سيبوا الراجل ويلزم الاحتكار.
يكفينا من أن تونس هي اللي تحتكر كل شيء وما نشوف البلاد إلا بعينين تونس العاصمة وما نسمعوها إلا بوذنين العاصمة وما نتكلم عليها إلا بلسان العاصمة. وين الإمكانيات؟ أنا نرى أن السلطة السياسية أصحاب القرار ما همش راغبين في أن الثقافة تاخذ المرتبة متاعها اللي تستحقها. اليوم يلزمنا كما ذكرت هي ندخل للبطاحي وندخل للقاوي ونمشيه للجامعات ونمشيه للأرياف. بارك الله فيكم على الاستضافة دبار، وتحية كبيرة لجمهور سوسة جمهور كنوز. نحب نقول اللي غدوة عندي عرض بيستوف بعنوان مازال يستنى، اللي هو الباركور متاع إرهابي غربال، مش تشوفوا إجاو تفرجوا فيها، إجاو تفرجوا في الوجاية اللي نقدمها لكم، اللي عشتها واللي شفتها واللي تعبر عليكم واللي بارتجيتها واللي راي تعبر عليكم.